طب هذه انا في 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 تحول صار لك يعني لم انا اقصد كمذيع يعني انت بالعاده يعني اللي نعرفهم انه يطلعون من اليوتيوب كمذيعين بعدين يروحون القنوات التلفزيونيه انت قناه تلفزيونيه بعدين رجعت ايه كيف تشوف لا هذا التحول كان في بتعرف في فتره البيع لقنوات اي ار تي صحيح وفتحت لاين سبورت سنة واحدة وقفلت وكانت فيها مشاكل مالية فكان الدوري شبه ضايع ما تدري مع مين فذيك الفترة كان انتشار قنوات اليوتيوب قناة أو قناتين في بدايتها فجت الفرصة أنه تتوظف في قناة الصاحي ذيك البداية كإداري بس مشي أموري أنا ووليد لأن لقانا قناة ضفنا أوكي وهنا الصدمة طبعا أنا عشان كذا أنا كنت زعلان من أبو بدر يعني ورب ضارة النافع يعني فأبو بدر وقع مع أكشن دوري 5 أيام وذيك الفترة كنت أنا موظف في صاحي بس إن تقريبا ثاني موظف أو ثالث موظف أنا واثنين من الشباب فناداني في مكتبه قال تعال قال اسمع تبي إعداد ولا لا قلت دقيقة وين اليومين حقتي وقال ما في تبي زي الجولة زعلت أي زي الجولة هو 5 أيام وأنا يومين صح فعصبت منه ذيك الفترة يعني كرهت شيء اسمه وليد فراج أوكي كلمت واحد من الشباب على أساس إن بكمل خلاص الدراسة برا السعودية كان واحد من الشباب في أمريكا فقلت له جيب لي قبول أرسلت له أوراق أرسلت له شهاداتي وكل شيء فأساس خلاص ضاقت فيه الوسيعة فكان الشباب يطقطقون في القناة وما كنت يعني مهتم أصلا لليوتيوب